أظلم المساء والحزن هوى والعيون عبرة والدمع من دا والقلوب حرة بالرزد إذا با ألف باكي ينصيب مأتى أظلم المساء والحزن هوى والعيون عبرة الدمع من دا والقلوب حارة بالرز إذا با ألف ألف باكي أنصيب ماتا ليلة حزينة في لوعة البكاء رحل النبي والسماء وإلى علي قد قصد الأنام رددوا بشجو صوت العزاء قصد الأنام سعيا لحيدا نجف الإمام صارت كمحشار دائرون حج قبر علي بالعزاء ضج الله أكبر قصد الأنام سعيا لحيدا نجف الإمام صارت كمحشى زائرون حج قبر علي بالعزاء ضج الله أكبر بالضريح طاف هذه المسيا صوتهم تعالى أيوا نبيا لوحهم عظيم يفطر القلوب في الضريح حزنا يبكي عليا في الضريح طاف هذه المسيا صوتهم تعالى أيوا نبيا لوحهم عظيم يفطر القلوب في الضريح حزنا تبكي عليا أظلم المساء والحزن هوى والعيون عبر الدمع من دا والقلوب حر الرزد إذا با ألف ألف باك ينصيب ما أتى ليلة حزينة من لوعة البكاء رحل النبي نحو السماء وإلى علي قد قصد الأنام رددوا بشجو صوت العزاء قصد الأنام سعيا لحيدا نجف الإمام طارت كمحشى دائرون حج قبر علي بالعزاء ضج الله أكبر
الحج الله بالضريح طاف في هذه المسيا صوتهم تعالى أيوا نبيا لوحهم عظيم يفطر القلوب في الضريح حزنا تبكي عليا صوتهم تعالى بالضريح طاف في هذه المسيا صوتهم تعالى أيوا نبيا نوحهم عظيم تفطر القلوب في الضريح حزنا يبكي عليا في الضريح حزنا يبكي عليا أدر طرفك نحو طيبة وراقي بعين كئيبة تراقب خير نبي وتدري بمعنى المصيبة ما له قد وحرمة حصرته شر طغمة يمنعنا زائرين يزجرهم دون رحمة وهذا المساء تأمل بروضة طه المبجل بلا مجلس أو عزاء أهل يا موالي ستقبل أي حزن قد تجدد حصروا قبر محمد منعوا كل عزائم أو لباس فيه أسود أي حزن قد تجدد حصروا قبر محمد منعوا كل عزائم أو لباس فيه يا غريب قبر غادينا يهز القلوب الرحيمة حصار حوله باق أقامتك لئيمة غريب القبر هادينا يهز القلوب الرحيمة حصار حوله باق أقامتك لئيمة كما حاصروا بيت حيدار على القابل من تكرر حارب الطهر زهراء فاطم منعوا أن نقيم المآتم كما حاصروا بيت حيدار على القابل من تكرر حارب الطهر زهراء فاطم منعوا أن نقيم المآتم هاهم قد منعونا من مراسيم الزيارة أبعدونا عن ضريح قد حوى سر الطهارة هاهم قد منعونا عن مراسيم الزيارة أبعدونا عن ضريح قد حوى سر الطهارة هي الأيام معدودة وتطوى كطي السحاب ستعلو راية العترة وتسمو بأفق القباب
والنصر سمائي سيظهر، ومن ضدنا سوف يخسر. سنزور النبي براحة، نحضن القبر نوعل النياحة، قربه نوحي عزاء، وسنأتي مواكب نلبس القبر سوادا. رغم أنفه رغم نقرأ أنفه النواصي، قربه نوحي عزاء، وسنأتي مواكب نلبس القبر سوادا. نرغم أنف النواصي، غريب القبر غادينا، يهز القلوب الرحيمة، حصار حوله باقي، أقامتك اللئيمة، كما حاصروا بيت حيدر، على القاضي لهم تكرر، حارب الطهر زهراء فاطم، منعوا أن نقيم المآتم، منعوا أن نقيم المآتم، قد منعونا عن مراسيهم الزيارة، أبعدونا عن ضريح قد حواسر الطهارة. هي الأيام معدودة، وتطوى كطي السحاب، ستعلو راية العترة، وتسمو بأفق القباب، ونصر السماء سيظهر، ومن ضدنا سوف يخسر. والنصر السماء سيظهر، ومن ضدنا سوف يخسر. سنزور النبي براحة، نحضن القبر نعلي النياحة، نحضن القبر نعلي النياحة، قربه نوحي عزاء، وسنأتي مواكب نلبس القبر سوادا. نرغم ألف النواصب، نرغم ألف في الروضة المشرفة، نحيي عزاء مصطفى مع الإمام المنتظر، نحوز أسمى الشرفة، ننعى نبي الرحمة، نجري دموع اللوعة، نصرخ ومحمدا، نصرخ ومحمدا، أفجعت قلب الأمة، دا وعدنا قد اقترب، سيكشف الله الكرب، والناس زحفا تقصد لقبر طه المنتجب، فوعدنا وعد الظفر مع الإمام المنتظر، نقيم مأتم النبي في روضة الآل الغرار، في روضة الآل، في روضة المشرفة، نحيي عزاء المصطفى مع الإمام المنتظر، نحوز أسمى الشرفة، ننعى نبي هيا الرحمة، نجري دموع اللوعة، نصرخ ومحمدا، نصرخ ومحمدا،
هي أفجعت قلب الأمة إذا وعدنا قد اقترب سيكشف الله الكرب والناس زاف تقصد لقبر طه المنتجى فوعدنا وعد الضفا مع الإمام المنتظر نقيم ما أهتم النبي في روضة العال الغرار في روضة يا رسول الله.